مع الطاقة الإيجابية وفصل الربيع يلي ملامحه صارت واضحة وبطريقة أو بتانية عم يعكس علينا طاقة إيجابية مميزة. أكيد نرمين، كل عام الاعتدال الربيعي هو مع عيد الأم، نحتفل فيه ب 21 آذار، وهاليوم تم بتخصيصه كمان ما كان عن عبث أبدا لنحكي أكثر عن الاعتدال الربيعي والصيف القادم. بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم دكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير سلمى. صباح الورد نرمين، يسعد صباحكم. صباح الخير. عم تحكوا عن المطعم تحت المي، أنا عجبني السيبار مفتاح السيارة. مفتاح السيارة، لا هذا أنا بتوقع إنه لازم تهدوا اليوم مفاتيح سيارة مثل هي. هذا مستحيل حدا يقدر يعمل. 281 ألف دولار أغلى من يعني فعلا أرقام خيالية. وعلى فكرة مثل ما قال التقرير إنه من الماس، والماس هو مادة تصنع بالنجوم. يعني مادة نحن إجت على الأرض من خلال انفجارات النجوم العملاقة. وشيء بالشيء يذكر عنا كوكبين هن أورانوس ونيبتون تهطل فيهم الأمطار من الألماس. يعني شلون نحن مطرنا تنزل من المطار؟ ما في أمل نقدر نعيش عليهم؟ لا أبدا، غازي أمل أبدا. ما في شيء ظاهرة هيك بس قريبة؟ الماس بترجعوا. عن جد تهطل الأمطار من الألماس نتيجة الغلاف الجوي الهائل والتفاوت بدرجات الحرارة بين غلافه الجوي وسطحه الغازي. هالضغط الهائل بحول الكربون يلي بغلافه الجوي أو بطبقات يلي عنده إلى ألماس، فترتفع جزيئات الألماس إلى الأعلى تتجمد وتهطل أمطار. فتخيلوا عم تمطر ألماس، صار عندنا مفاتيح من هالسيارة كتير. كنتوا عم تحكوا تماماً على بمقدمتكم. خلينا نرجع للواقع ولموضوع الاعتدال، ما كنا نضل على الأرض نحكي عن موضوع الاعتدال الربيع اليوم وتزامنه مع عيد الأم هاي السنة. صحيح، بالبداية أنا بحييكم أنه ذكرتوا الترابط ما بين الاعتدال الربيعي وعيد الأم، هي النقطة الجوهرية بموضوع تحديد عيد الأم. ليش اختاروا عيد الأم 21 آذار؟ سبب اختيار يوم 21 آذار عيدا للأم لأنه أمنا الأكبر، أمنا الكونية الأرض، تبدأ بفصل الربيع بنصف الكرة الشمالية يوم 21 آذار. فلأن الأرض تبدأ بالعطاء بفصل الربيع الطاقة الإيجابية بالخضار بإعطاء أجمل ما عندها بارتداء ثوب الربيع، فتم اختيار 21 آذار هو عيدا للأم. بسوريا كان 21 آذار هذا العام الساعة واحدة من فجر يوم 21 آذار، هو اليوم أو الساعة الرسمية لدخول الأرض فصل الربيع، يعني لوجود الأرض في نقطة الاعتدال الربيعي. في هذا اليوم تحديدا يتساوى طولي الليل والنهار عند خط الاستواء. في سوريا نحن أعلى من خط الاستواء وأعلى من مدار السرطان، كان التساوي عندنا يوم 17 آذار. يوم 17 آذار كان مدة النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. يوم 21 آذار كان النهار 12 ساعة و9 دقائق والليل 11 ساعة و49 دقيقة. يعني عم نلاحظ النهار بدأ بالطول والليل بدأ بالقصر، وهذا طبيعي لأنه نحن الربيع هو حالة انتقالية ما بين الشتاء والصيف. أكيد. فنحن بحالة انتقالية، هذه الحالة اللي تنتقل فيها الأرض. لكن شو سبب فصل الربيع؟ بكل بساطة تدور الأرض حول الشمس بمدار. يعني إذا سألنا أي شخص بالطريق شو سبب الفصول الأربعة رح يجاوبنا هذا الجواب، بسبب دوران الأرض حول الشمس. لكن هذا الجواب غير كامل لأن جميع كواكب مجموعتنا الشمسية تدور حول الشمس. لكن مو كلها عندها فصول أربعة، إذا في عنا سر تاني لغز تاني. طبيعة الأرض بحد ذاتها يعني. تماما واحد، ومحور دوران الأرض المائل ب 23 درجة ونص. محور دوران الأرض عطت الأرض طبيعتها المتنوعة المتغيرة يلي سمحت فسحت المجال لعدد كبير من الحياة أن تتشكل على سطحها. بالصحراء في حياة، بالقطب في حياة، تحت الماء في حياة، فوق الماء في كل مكان بالأرض، كل جزئية بسيطة بالأرض منلاقي فيها حياة. فما يلام محور دوران الأرض هو اللغز، الهام في نشوء الفصول أربعة على الأرض. طيب لو كان محور دوران الأرض مو مائل كان صار فينا مثل الزهرة، شتاء صيف حدي. يعني نحن اليوم لابسين شتوي، ثاني يوم بدنا نلبس صيفي، فأمراض، جائحات مرضية هائلة، عدم إفساح المجال للمزروعات أنه تطلع، أمور كتير بتصير، يعني عواصف شديدة. فإذا ما يلام محور الأرض خفف من تأثير أشعة الشمس وتساوي نسبة أشعة الشمس على الأرض، بالتالي الشمس عم تبعث نفس الطاقة، لكن مين بيوزعها؟ هالمحور المائل. تماما مثل نحن بالبيت لما نستخدم لما ننشوي دجاجة مثلا بنلاقي انه بنحاول ندورها مشان تاخذ جسم الدجاجة كلها، شهدكم الدجاج كمية متساوية من النار. بس دكتور يعني نحن كمان خلال الفترة الأخيرة صرنا نلاحظ في تغير مناخي كبير، وحكيت عن نقطة كثير مهمة اللي هي موقع سوريا من خط الاستواء. صحيح. لهيك تحدد هذا اليوم بالذات لحتى يكون هو الاعتدال الربيعي اللي بيختلف عن باقي الدول العربية أو حتى
العالمية. خلينا نحكي اليوم شو اللي بيفرق حتى بمناخ سوريا بالربيع عن غيرها من الدول، خلينا نقول اللي ما بتوازيها على نفس الخط. تماما، نقطة كثير مهمة. نحن كبلاد الشام بشكل عام وسوريا بشكل خاص نعيش على في منطقة تسمى المنطقة الأفضل للحياة، هي المنطقة المقابلة إلنا هي بنصف الكرة الجنوبي بقلب المحيط ما فيها حياة، فبالتالي نحن الغطاء هذه المنطقة الخضراء هي أفضل المناطق للحياة. طبعا إذا قربنا خط الاستواء بنلاقي الحرارة ارتفعت كثير، فأصبحت المنطقة غير كثير يعني متقبل بالحياة. إذا طلعنا لأوروبا بنلاقي تأثرت بالقطب كثير فباردة جدا، فمنطقتنا تحديدا هذا الشريط الضيق الذي يمتد من شمال سوريا وصولا إلى خلينا نقول جنوب العراق شمال مصر، هذا الخط الضيق حتى بدراساتنا حتى بالأبحاث العلمية ما يحمل معه الاحتباس الحراري من كوارث على الأرض، وجدوا أن هذه المنطقة تحديدا هي الأسلم والأأمن لو كان لو استمر الاحتباس الحراري. يعني نحن عم نلاحظ أنه شو كان أضرار الاحتباس الحراري علينا؟ زيادة بكمية الأمطار وارتفاعات بسيطة بدرجات الحرارة. لكن إذا شفنا ما شو صار بالاحتباس الحراري مثلا بأمريكا، بكاليفورنيا حرائق مذهلة، بالصين فيضانات مخيفة، بأوروبا البندقية غرقت، المياه اجتاحت أماكن كبيرة، الجزائر الصحراء الجزائرية اكتست بالأبيض، إذا بسلطنة عمان عواصف بحرية هائلة، أندونيسيا والفلبين دائما تسونامي. إذا الضريبة اللي عم يدفعوها من الاحتباس الحراري ضريبة كبيرة جدا. منطقتنا نحن لا عم نتأثر بشكل كبير من القطبين وثقب الأوزون اللي بتمركز بالقطبين، ولا عم نتأثر بشكل كبير بخط الاستواء والأمطار الموسمية والأعاصير وإلى آخره. فبالتالي هذه المنطقة فعلا يلاحظ فيها فصل الربيع بجماله. يعني إذا نشوف فعلا فصل الربيع بجماله بكل ميزاته بنلاقيها موجودة بمنطقتنا. ومشان هيك اشتهرت من زمان الغوطتين، غوطتي دمشق من زمان وكان في شهرة لغوطتي دمشق وخاصة بفصل الربيع. مشان هيك نهر بردة وقت يدوب التلج بنيسان وآذار، آخر آذار وأول نيسان بهالفترة اللي هي فترة الربيع اللي بيبدأ فيها ذوبان الثلج، يبدأ بردة بالارتفاع منسوب المياه. فإذا والمقابل لنا نهر النيل شمال مصر، فإذا منلاحظ تجلي فصل الربيع بمنطقتنا. هذا الشيء اللي بيخلي فعلا العالم كله يعني ينتظر الصور عن الربيع ببلادنا، بحب يجي يزور بلادنا، بحب يشوف الربيع ببلادنا، لأنه هذا الشيء يفتقر إليه العالم. يعني خلينا نحكي بصراحة، الدول القريبة من خط الاستواء ما عندها ربيع بشكل واضح، عندها أمطار موسمية بالصيف، يعني كأنه الشتاء رجع حاله بالصيف. بشمال الكرة الأرضية بدول أوروبية بالقطبين دائما برد، فبالتالي ما بيستمتعوا بأجواء ربيعية، ما عندنا أجواء ربيعية. وبنعرف لندن مدينة الضباب، فإذا ما عندنا استمتاع حتى بالشمس وشروقها ومنظرها الجميل يوم الاعتدال الربيعي، وحتى في ظواهر فلكية ترتبط مع الاعتدال الربيعي، شروق الشمس من نقطة المشرق تماما، غروب الشمس من نقطة المغرب تماما، هي كلها بتساعدنا الاعتدال الربيعي موضوع مهم جدا. عشان هيك الاتحاد الدولي للفلك هذا العام دعا الجمعيات الموجودة في منطقتنا لقيام بفعاليات خاصة بالربيع، منها تحديد جهة الشرق تماما ومن للمدارس طبعا للأطفال، ومنها قيام ببعض النشاطات العلمية، لأنه هي فرصة نحن نكتسبها بمنطقتنا هو الربيع. دكتور، يعني هلا في مقوله كونه خلصنا من الشتي انه كان شتي بارد الله يستر من الصيف رح يكون درجه حراره ومرتفع كثير، شو رايك بهي المقوله؟ المشكله مو بس المقوله صحيحه، لكن في عندنا شيء جديد يعني اضيف لهذه المقوله، هو انه هلا يبدا مع الشهر السادس نشاط دوره شمسيه جديده. يعني في عندنا شيء اسمه النشاط الشمسي، بلش الصيف على بكير، مو بس على بكير حيكون قاسي. يعني الشمس عندها نشاط على سطح الشمس، هذا النشاط الشمسي ناتج عن تفاعل او اندماج ذرات الهيدروجين وتحولها للهيليوم. كل 11 سنه يتشكل ما يعرف باسم البقعه الشمسيه على سطح الشمس. هذه البقعه الشمسيه هي مناطق بارده على سطح الشمس. بتقولوا خي بارده لكن بده يصير صيف بارد، لا، هذه البقعه تنفجر كل فتره وفتره، انفجارها يرفع من حراره الغلاف الجوي المحيط بالشمس ويرفع من حراره الكواكب. فبالتالي اليوم نحن على ابواب نشاط شمسي جديد، هذا يعني انه نحن ايضا مقبلين على تغيرات بالصيف، يعني حيكون في ارتفاعات درجات حراره يضاف الى الاحتباس الحراري. طبعا نحن برجع باكد انه ارتفاع درجات حراره، لما نقول ارتفاع درجات حراره مو يعني 55 و60 وهالمبالغات اللي ما لها طائل، لا لا لا، هي ارتفاع درجه او درجتين عن المعدل الطبيعي، لكن رح نشعر بالصيف، وخاصة أن الشتوية كانت قاسية مثل ما تفضلت نيرمين، فإذا رح نشعر بالصيف قاسي.
وهذا ايضا صار دولاب لانه الصيف القاسي تبخر كميه كبيره من مياه البحار والمحيطات. يعني شتاء قاسي. يعني شتاء قاسي. طيب هي المشكله دائما عم نشوفها، يمكن ومن فتره طويله صار في مؤتمرات كثير خلينا نقول حمايه البيئه. صحيح. والمناخ، وبنعرف الدول الكبرى اللي هي سبب المشاكل ما عم تدخل اصلا ضمن هذا الموضوع، ولكن ايضا عم نشهد اخبار وشائعات مثل اخر يوم بالارض، في نيزك بده يضرب الارض قريبا، من يومين قرينا اخبار مشابهه. خلينا نحكي عن هي الاخبار ومدى مصداقيتها كمان. بالبدايه ذكرتينا اليوم يوم الارصاد الجويه العالمي، فانا بوجه تحيه مديريه العام للارصاد الجويه وبعيدهم بعيدهم اليوم عيد الارصاد الجويه العالمي. ففعلا مثل ما تفضلتي الارصاد الجويه، ونحن وكل الجهات المهتمه بالمناخ استنفرت العام الماضي، فعلا وصل موضوع المناخ لمنطقه خطيره جدا. لكن كمان ترافق معها مثل ما تفضلت اشاعات سواء بالمناخ او خارج المناخ، بدهم ينهوا الارض باي شكل كان. ما بعرف ليش زعلانين كثير من الارض، مع العلم هذا الكوكب الجميل. اولا ما في اي نيزك قريب من الارض، وحتى لو كان في نيزك قريب من الارض النيازك الصغيره لا تشاهد واضرارها محدوده، يعني ممكن تضر منطقه بسيطه من الارض، جزء بسيط من الارض. اما النيازك الكبيره اللي عم يحكوا عنها هذه تشاهد قبل 400 و300 سنه، يعني تلسكوباتنا اليوم قادره انه ترصد اي نيزك كبير ممكن يجي بالحياه. يعني معنا وقت، معنا 400 سنة نلحق حالنا. ممكن يعني نعمل خطط ونعمل دراسات وكيف نتفاداها ونضربه ونفجره، لا ننقله 100 قصة بيكون في حل. أما النيازك الصغيرة لا يمكن مشاهدتها، بالتالي هذه النيازك الصغيرة ممكن تشكل أخطار، لكن أخطار محدودة جدا، جزئية جدا. حتى يمكن الأخطار اللي عم تنتج من وسائل النقل مثل السيارات والطيارات أكثر خطورة من نيزك صغير عم يضرب الأرض. ليش هي المبالغات سلمى؟ هي المبالغات الهدف منها اولا كسب، مثل ما بتعرفوا مواقع التواصل الاجتماعي كسب معجبين وتناقل لهذه الاخبار. على فكره في بعض منها جوانب سياسيه واجتماعيه، اثاره فوضى، اثاره خوف عند الناس. يعني كنا نشهد بالشتاء حالات مثل هي، بكره الطرق مسكره، ثلج ما بعرف قديش مترين بالشام، روحوا جيبوا خبز. قديش عمل ازمه بالبلد. صحيح. هيك خبر بيعمل ازمه بالبلد سواء عندنا او عند غيرنا. فانا بدعي المشاهدين الكرام انه ما يتناقلوا هيك اخبار، في مواقع علميه، في وسائل اعلاميه مهمه جدا، ارجعوا لها. بالشريط الاخباري دائما بتنوه لاي حدث مثل هيك احداث، هي كلها اشاعات ما لاي صحه. هلا كمان سمعت اخر اشاعه وانا جاي لعندكم، سالني احد الاشخاص انه شو هذا خبر منخفض بكره وبعد بكره؟ ما في لا منخفض ولا شيء، الجو ربيعي، ممكن بالربيع عاده انه ينزل شويه امطار. اليوم الصبح لسه كنا عم نحكي بهذا الموضوع انا تماما، نزلت المطره وعم بيقولوا في منخفض اليوم وبكره. تماما، هو طبيعي، هي درجه حراره 18 درجه، يعني درجه حراره منطقيه، لكن هن بيهولوا بالموضوع، ما صار شيء جديد. يعني هذا الجو الربيعي نحن دائما بنقول خبي فحماتك الكبار لعمك ادار عقارب نيسان، اذا في كم يوم بنيسان رح يجوا باردين. اجدادنا من امتى كانوا يقولوا عقارب نيسان؟ اذا دليل انه دائما بنيسان بيجي كم يوم باردين. تذكري والدكم تحيي قلب الانسان. تماما، مطر ميه نيسان تحيي قلب الانسان، ووالدكم ووالدتنا يعني كلهم بيقوموا السجاد على اول ايام كانوا. صح. فاذا بيعرفوا انه بنيسان بيجي كم يوم برد. هذا شيء منطقي، لا نحول هالعلوم هي الجميلة، هالأفكار الحلوة لأمور إشاعية تخوف الناس، ترهب الناس من علوم الفضاء والفلك. لا، خلونا نأخذ الموضوع بشكل طبعا. علمي، ندرسه بشكل علمي، نتناقل الأخبار العلمية الدقيقة من المصادر الصحيحة. من المصادر الصحيحة. سلمى، يعني هلا هي الهاشتاج اللي بنشوفه يا رب النيزك أو شيء، ما في نيزك، ما في نيزك. عرفنا إنه ما رح يكون في نيزك. طيب خلينا نحكي عن الظواهر الفلكية، أبرز الظواهر رح تكون بال 2019، شو تأثير علينا؟ في خسوف، في كسوف. ظواهر هذا العام فعلا عام 2019 ونحن عام محظوظين فيه كثير. بداية نحن هلا اقتربنا من شعبان ورمضان، كنا عم نحكي من تحت الهواء انا وسلمى وليمين. تمام، إذا نحدد ان شاء الله قريبا رح يكون في عنا تحديد لرمضان بعد ما ندخل شعبان. طبعا يعني بضعة ايام وندخل شعبان، كل عام وانتم بخير، اجى رمضان، غمضوا عين فتحوا عين دخلنا برمضان. نحن بالنسبة لنا بسوريا نحن يعتبر حدث شعبان ورمضان وشوال من اهم الاحداث الفلكية لنا، لكن عالميا عندنا يوم 11/11/2019 سيكون يوما لا ينسى من ذاكرتنا. هو يوم عبور كوكب عطارد امام قرص الشمس. هذا المنظر رائع جدا، صدقوني يعني يمكن بحياتنا ما راح يتكرر نسبة لعمرنا، العمر الانسان البسيط لن يتكرر هذا الحدث. سنشاهد بوضح النهار الشمس بالظهر
وامام كوكب عطارد عم يعبر. رح يكون واضح بالعيان يعني، لكن احنا بدنا نظارات لانه الشمس وهجاوي، فبنستخدم نظارات ووسائل حمايه معينه. المفارق بالموضوع انه احنا اساسا ما بنشوف كوكب عطارد، صعب رؤيته بالتلسكوبات. فهذه فرصه لمشاهده كوكب عطارد ميركوري يلي كانوا الرومان يعتبروه الاله الرسول ما بين البشر والشمس. ف11 11 اضافه لهالشيء في عندنا حاله خسوف، وعندنا كسوف حلقي بكانون الاول، حيكون في كسوف حلقي بسوريا رح يشاهد جزء بسيط منه، لكن بالدول الجوار رح يكون حلقي كامل. عندنا الهطل الشهابي، الاسديات والبرشاويات ننتظر تماما هذول، يعني رح يكون في عندنا هي السنه خلينا نقول ظواهر فلكيه صحيح عديده ناطرتنا. ما رح نحكي عن كل شيء لانه لسه قلنا لقاءات نحكي عنها بالتفصيل. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور محمد وعلى المعلومه هيك مثل ما بيقولوا دائما. شكرا لك. يسعد صباحك نرمين. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور محمد العسيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اما